نبدا عوده صباح الشروق على الهواء مباشره. اسعد جدا ان ينضم الي ضيفي الاول داخل الاستديو وهو قادم من لبنان الشقيقه الى السودان، يحمل الينا كل محبه ويحمل الينا كل فن لتعزيز هذه العلاقات الثقافيه بين حسين بين البلدين الشقيقين. سعيد جدا انه ينضم الي الممثل والمخرج الاستاذ قاسم اسطنبولي، اهلا بك. وانا سعيد جدا بك في الشروق على مستوى خاص وفي السودان بلدك الاول والثاني الاثنين مع بعض، مرحبا بك كثير. صباح الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين، يعني والسودان منوره باهلها ان شاء الله. منورين بك. الزياره الاولى ولا؟ اول زياره. نعم، اول زياره للسودان. سر العلاقه بينك وبين السودان. والله انا جذوري سودانيه، يعني جدي هو سوداني وراحوا على فلسطين على عكا، ومن عكا على لبنان. فمن فتره احنا كمان كنا بلبنان بالمسرح الوطني اللبناني عم ننظم فعاليه اسبوع الفيلم السوداني، وهذه كان اول مره بينعمل تظاهره سينمائيه بتضوي على الثقافه السودانيه العريقه. وكنا عم نعرض افلام قصيره بتعاون مع السفاره السودانيه والجاليه في لبنان، وقدرنا نعمل هذه العروض طبعا بمدينه سور بالمسرح الوطني، وكمان بالمسرح الوطني اللبناني في مدينه طرابلس وببيروت، يعني بثلاث مدن اساسيه في لبنان. وكان الجاليه عم يجوا بيحضروا بيستمتعوا، والاحلى انه يكون حدا يقول لك انه انا لاول مره بحضر فيلم سوداني، او الناس اللي هن موجودين يعني الجاليه يجي يقول لك نحن يعني مبسوطين انه عم نشوف افلام سودانيه في لبنان، يعني نحس حالنا عم نشوف ثقافه بلدنا، والناس تفتخر بالزي السوداني والثقافه السودانيه والسينما والمسرح. يعني هذا البلد الغني ولكن للاسف هو يعني مظلوم بالانتشار والمعرفه، وهذا نحن بحاجه ل يعني نوثق اعمالنا العربيه ونتعرف على ثقافات بعضنا البعض، وان شاء الله نحن على امل نقدر نفعل هذا الشيء من خلال وجودنا في السودان. باذن الله. تشرف كبير جدا لانك تنتبه للنقطه دي وتحاول انك تدعم جانب التوثيق للثقافه السودانيه بصوره عامه، للسينما السودانيه، للافلام السودانيه. خلينا نتكلم اكثر يا ريت معك عن هذه التظاهره الكبيره اللي ذكرتها وذكرتها حضرتك في لبنان اسبوع الفيلم السوداني، كيفيه الترتيب، كيف الناس تداعوا، كيف الناس تفاعلوا مع هذه التظاهره؟ هلا هي بلشت يعني الفعاليه بزياره للسفاره السودانيه للمسرح. كنا عاملين مهرجان الحكواتي في لبنان، وكانت الفكره انه يصير فيها التعاون، وقلت لهم انا عندي يعني على جذوري فرجيتهم على صوره جدي بالسينما، وقلنا لهم عندنا حلم نعمل يعني هذه التجربه اللي صارت بلبنان ممكن ننقلها الى السودان، ونقدر نبحث عن يعني الجذور مثل ما بيقولوا. فكان الفكرة أنه نعمل تظاهرة سينمائية، وفتحنا دعوة للمخرجين في السودان كرمال يقدموا أفلامهم، وكان عم نفتتح المهرجان بفيلم الست، كمان هو فيلم قصير أخذ جوائز بآخر سنة، وأفلام كمان طبعا لمخرجين سودانيين كانوا عم يرسلوا أفلامهم، وقدرنا نعمل يعني هذا الخلط بين مخرجين يعني قدامى موجودين بالسودان وجدد شباب، قدرنا نعمل برمجة لثمان أفلام بين أفلام وثائقية وروائية، ونعرضهم بسور، نعرضهم ببيروت. والحلو أنه الناس والجمهور اللبناني والعربي كان الناس عم تحضر، كانت عم بتشوف ويستمتعوا وانبسطوا بالزي السوداني. مثلا اجوا الجالية لابسين الزي ورقصنا سوا، يعني طبعا بوجه لهم تحية على القاعة السودانية، على القاعة السودانية في الختام. وكان طبعا معنا الاستاذ عمر ميقاتي اللي هو رئيس مجلس امناء المسرح الوطني، وكان عم يحكي على يعني على الثقافه السودانيه، هو كمان عنده علاقه بالطيب صالح يعني مع كتاب كمان سودانيين، فعنده هالمعرفه، وكان عم يحكي عن تاريخ السودان ومعرفته بالسودان، فكان في نقاشات، الجمهور كان عم يتعرف على الثقافه السودانيه. جميل. اسبوع الفيلم السوداني تطرق بس او فقط لهذه الافلام الثمانيه ام العدد كان اكبر وتمت التصفيه لثمانيه، يعني ثمانيه افلام هي كانت المختاره؟ عاوزين نتكلم عن كميه الافلام، عدد الافلام الموجوده، عدد المشاركات، كان في تصفيات ولا كيف كانت الطريقه؟ وكيف كانت رؤيتكم كمحترفين في هذا المجال من ممثلين ومخرجين
كل الأطقم الفنية، كيف كانت رؤيتكم الفنية لهذه الأعمال بما أنه يعني التعامل بدأ من فكرة منك؟ هلا يعني الافلام ما وصل افلام كثيره يعني لانه كان الوقت قصير بالدعوه، ولكن انه في بعض المخرجين بعثوا اكثر من فيلم، فكان الخيار انه ناخذ فيلم واحد ما نكون اكثر من فيلم نفتح مجال، وكمان كان افلام منتجه من قبل التلفزيون العربي، ثلاث افلام وثائقيه كمان شاركوا معنا، فالحلو انه كان هالمهرجان مفتوح للناس، يعني من الاخر اي احد عنده فيلم. وهلا نحن عندنا مهرجان سور السينمائي الدولي الافلام القصيره، راح يكون كمان الشهر القادم ب 5 و6 و7 بالمسرح الوطني، كمان في افلام سودانيه مشاركه معنا، والاستاذ يوسف استاذ ناصر يوسف كمان ارسل فيلمه الجديد ابره وخيط، كمان هذا الفيلم اللي فاز بجائزه من يومين بمهرجان بالجزائر، كمان موجود معنا السودان بهذا الفيلم. طبعا يعني نحن الهدف من الزياره نحن اليوم انه نتعرف على السينمايات المقفله بالسودان، نحن عملنا زياره لعدد كبير منهم، وعندنا مشروع على اعاده تاهيل واحده من هذه السينمايات المقفله لتكون مركز ثقافي يعني تعيد تاريخ، لانه هالسينمايات اقفلت بالتسعينات نوعا ما، فنرجع نعيد اغلبها سينمات صيفيه، يعني نعيد تاهيل واحده منهم لتكون مركز ثقافي بالسودان، يكون مركز يعني يحوي على مكتبه، على مسرح، على سينما افلام دائمه. وهذا المشروع نعمل هذا التوأمة بين المسرح الوطني اللبناني بالمشروع وبين يعني هذا المكان اللي عم ننوي انه نفتحه بالسودان، فعم نبحث يعني عم ندور. تمام، وصلت لوين الان في موضوع التأهيل؟ يعني هي لسه فكره وتشاور وبحث ولا لا في خطوه متقدمه؟ وانا السؤال ده حاسس انه شويه مجحف، لانك انت يا دوب لك 3 ايام في السودان. والله 3 ايام بس، امبارح زرنا 5 سينمايات ما شاء الله، وعم نشوف اصحابهم، يعني عم نحاول قد ما فينا يعني نستغل الوقت يعني اللي احنا مقيمين فيه هون، وعم نشوف يعني نحن كمان عم نتعرف، عم نشوف الاماكن، وعلى امل انه نقدر يعني نتوافق نحن واصحاب واحده من السينمايات لناخذ هذا العقد، وعم نشرح لهم هدف المشروع، وانه هذه السينمايات مقفله يعني لا تستخدم باي شيء، فاذا هي مقفله صارت 30 سنه خليها تكون يعني مفتوحه لخمس سنوات قادمه او 10 سنوات قادمه تفيد اهل المدينه. يعني اليوم لما بتشوف انه هذا البلد الغني بالتراث وبالهويه وبالاثار، نعم. والناس يمكن ما بتعرف، المهم اليوم وجود السياحه الثقافيه لهذا البلد مهم، يعني ان شاء الله انه ينهض السودان يعني وتكون الثقافه والفنون، يعني هالشباب اليوم شفناهم بيلتوا بالمقاهي يعني مثل اي بلد عربي، ولكن انه يكون في شيء يحس حاله وهو قادر يلتهي يعبر عن نفسه. اليوم الفن والرياضه هو بيجمع الناس، بنقدر فعلا نحن نوصل ثقافتنا العربيه وهويتنا لكل مكان بالعالم، بنقدر نعمل افلام سينما تحكي عن الواقع السوداني، عن المجتمع السوداني، عن المراه السودانيه، وعن معاناة الشعب السوداني وبحثه حول التغيير، حول يكون انه فعلا في عنده يعني ناس تقدر على قد طموحاتهم، وما يقدر المواطن السوداني يحلم فقط انه هو بيسافر مثل للاسف العديد من البلدان العربيه. جميل، انا ما عاوز امشي كثير من موضوع الافكار والمشروعات اللي ممكن تتنفذ وتعمل وتعملوها هنا في السودان، انت يعني رجل محترف في مجالك، فنان بكل ما تحمل هذه الكلمه، ممثل ومخرج. الان واحده من الافكار اللي تكلمت عنها وطرحتها حضرتك انه واحده من دور السينما القديمه ممكن يتم اعاده تاهيلها، اعاده فتحها، تصبح مركز ثقافي، مركز فني كبير جدا، وتلم الشباب، ودي يعني افكار هائله جدا، اتمنى ان نشوفها فعليا على ارض الواقع في السودان. اكيد لعبتك تحوي العديد من الافكار وفي كثير جدا من الحاجات اللي ممكن تطرح، انا كل شوق عشان اعرف شنو تاني الحاجات اللي بتفكر فيها وشايفها ممكن تكون موجوده وممكن تشكل اضافه كبيره جدا للشارع السوداني. هلا نحن بالنسبه لنا انه يعني هذه السينما لما يعني تعيد تاهيلها، طبعا نحن بنأهلها بدون شباب، يعني نحن الفكره نجيب شباب من لبنان من جمعيه تيرو الفنون اللي بوجه لهم تحيه، اللي هن اعادوا تاهيل 4 دور سينما مقفله في لبنان، وقدروا ياسسوا لمهرجانات مسرحيه وسينمائيه، وياسسوا للمسرح الوطني اللبناني المجاني. يعني ممكن نشوف مهرجانات في المستقبل. اكيد هذا الهدف منه، فعوده هذه السينما يكون في برمجه افلام بشكل يعني اسبوعي، ويكون في ورش تدريبيه، يعني هذا المثلث الذهبي بين المساحه والورش والمهرجانات، ونعمل مهرجان السودان المسرحي الدولي، ويجوا ضيوف فنانين من العالم الى السودان يتعرفوا على هذه الثقافة، يعرضوا عروضهم المسرحية، ويعملوا ورش تدريبية للشباب والصبايا. نعمل مهرجان موسيقى، نعمل مهرجان سينما، يعني الهدف أن يكون هذا المشروع متكامل،
وعم يعني نحن الشباب هلا الموجودين يعني كمان اجوا متطوعين معنا من المسرح الوطني اللبناني، حسني وابن نزار عكاوي وحسامه كل المجموعه، ويعني استاذ ناصر يوسف مستضيفنا في بيته، هو يعني جزء من المشروع وهذا الحلم اذا فينا نسمي انه البحث عن الجذور ونقل هذه التجربه من لبنان الى السودان الى العالم. اتمنى والله يا اخي انه التجربه تنتقل ويعني تكون في تسهيلات كبيره جدا حتى نشوف التجربه دي في ارض الواقع في القريب العاجل. لبنان بلد معروفه تماما بدنيا الفن، بالفنانين، برموز الفن المختلفه، بالممثلين والمسرحيين، بالموسيقى، وكل ضروب الفنون هي موجوده في لبنان والكل يشهد على ذلك. يعني انتشار كبير جدا على مستوى الوطن العربي بل على العالم. الآن الجذور السودانية، أنت حضرت للسودان، بالتأكيد هناك بعض المشاهدات وبعض الرؤى للفنون السودانية المختلفة، هل حسيت أنه في قواسم مشتركة ما بين السودان ولبنان في هذا الجانب تحديدا؟ هلا الفن هو واحد، يعني بين أي بلد هو يعني نحن بنتشارك لغة إنسانية واحدة وبيحمل بعد إنساني واحد. إذا بدك هم المواطن السوداني هو هم المواطن اللبناني وهم المواطن العربي. نحن للأسف نعيش في أنظمة يعني صعبة، نعيش بظروف المواطن بأدنى مقومات الحياة في لبنان. نحن المواطن يبحث عن كهرباء وعن خبز وعن معيشة صعبة عم بعيش اليوم. نبحث على التغيير، نبحث أنه يكون في عنا طبقة حاكمة تكون على قد طموحاتنا وعلى قد يعني يحس الإنسان بقيمة وجوده بهذه الحياة. والهم المواطن السوداني اليوم نفسه، المواطن السوداني يبحث اليوم عن التغيير، يبحث عن الأمل. أما بالنسبة للفن، يعني السودان عندها تاريخ وعراقة بالموسيقى وعندها يعني أسلوبها الخاص ويعني روحها المختلفة والزي السوداني. فلما بتشوف هذا البلد قديش الغنى الموجود عنده، إن كان بالثروات ولا إن كان بالفن، واليوم والحال الموجود في السودان تأسف، يعني على أمل أنه السودانيين يلاقوا حلول ويلاقوا ناس تكون على قد طموحاتهم وعد أمالهم، لأنهم هذا الشعب الغني يستحق. يعني أنا اليوم لما بشوف أنه شفت السودان مغايرة، يعني الناس في مثلا في لبنان أو في دول عربية ما بتشوف هذا الجانب من السودان، الجانب الفني أو الجانب الثقافي أو الجانب التاريخي لهذا البلد. فهذا السودانيين عليهم يقوموا بمبادرات، وكمان الناس تقوم بمبادرات معينة لنحن نوصل الثقافة السودانية والسينما السودانية والمسرح والإرث هذا المهم، لما يحس هذا السوداني أنه هو مهمش. لا، هو صاحب تاريخ وصاحب حضارة، ووجوده بأي مكان بلد عربي هو غنى للبلد العربي اللي بيكون في وجود السوداني بأي بلد كان. هو يشرف وهو فخر لثقافتنا وهويتنا العربية، بكفي الطيبة عند هذا الشعب اللي لما هلأ بالسودان بنروح أي محل ما حدا الا بيسلم عليك وبوجبك وبيفتح لك بابه وبيقول لك اهلا وسهلا. فيعني شعب مضياف وشعب طيب، يعني انا بفتخر بانتمائي الى هذا الشعب وانتمائي الى هالارض. ونحن كلنا اولاد، يعني هذه الحدود وهميه، نحن كلنا بشر وكلنا بننتمي للغه انسانيه واحده هي وجودنا كبشر على هذا الارض. وهذه واحده من اكبر القواسم والمشتركات بين جميع شعوب العالم، ونحن كمان بنفخر بك وسعيدين جدا انه انت تنتمي للسودان وللسودانيين، ولو كانت بالمحبه فقط هذا يكفينا فخرا وشرفا. على ذكر يمكن الفنان ناصر يوسف، ابره وخيط حاز على جائزه عالميه، بتعني لك شنو الجائزه دي؟ اي فنان اليوم لما بيحصل على جائزه هي نوع من التقدير لعمله، والعكس هذا الفيلم اللي احنا كنا بدنا نعرضه هلا حينعرض في مهرجان سوري السينمائي. نعم. ان شاء الله. فالمهم انه بتفتخر انه اليوم فنان وصديق عزيز يعني انه يحصل على جائزه ويكون عم يقدر برغم كل الصعوبات. تحيي اليوم لكل الشباب السودانيين اللي مؤمنين بالفنون على رغم كل المعيشة الصعبة والظروف اللي عم نشوفها والوضع في السودان، ولأنه عم بيقدر ينتجوا أفلام سينما بظروفهم بإمكانياتهم على نفقتهم الخاصة، حتى عم يقدر يكون في عروض مسرحية سودانية، بكون في شباب هلأ امبارح تعرفنا على شباب عم يدرسوا موسيقى بالمعهد. فهذا بدل أنه الفن ما بيموت طالما في شباب يؤمن بأهمية الثقافة وأهمية الفنون ومستمرين
الامل موجود. ف يعني هذا يعني هذا الجمال ما بيموت ابدا. فاللي عنده قضيه واللي عنده جمال مهما سكروا الابواب عليك، مهما عانوك، مهما لقيت صعوبات، ولكن صاحب القضيه وصاحب الحق واللي بيبحث عن الحريه رح يجي وقت وانه يوصل لهذه الحريه والناس تشعر بثمره هذا النضال. وهذا وتحيه لكل الثائرين في السودان من اجل التغيير. ان شاء الله تاتي هذه الايام بالخير ان شاء الله، والمستقبل القريب يشوف كل الخير للسودان وللبنان وكل العالم ان شاء الله، يتحقق كل ما تمناه، تحديدا شريحه المبدعين، الشريحه اللي بتحمل في داخل قضية كبيرة جدا ومجموعة من الرسائل تحاول من خلال فنون أنها توصلها لكل العالم. والفنون قيمة سامية جدا في حياة الناس، نستطيع من خلال إرسال عدد كبير جدا من الرسائل والحياة اللي بنأخذها في قلوبنا. طيب أستاذ قاسم، يعني من خلال وجودك في السودان الآن 3 أيام بعد الزيارات، كيف قادر تقيم الفترة البسيطة دي بكل هذا الطموح، بكل هذه الأحلام، بكل هذه المشاريع، بكل هذه الأفكار؟ حاس إنه في إنجاز ولا ليه لسه محتاج زيادة وقت عشان ما يعني هذه الفترة البسيطة فترة بداية، طبعا هي ضربة بداية، حاس إنه الأمور ماشية كويس، في شوية إنجاز ولا في شوية معوقات وقفت قدامك؟ والله أنا بحب بس حدا عيط لي قاسم، يعني مثل قلت له السفرة السودانية حلوة، يعني جميلة، بتحس الكلمة. نحن اللي قدرنا أول شغلة زرنا البلد، يعني بالآخر هاي فترة نتعرف على أصدقاء ونقدر نبني يعني علاقات مع جهات ثقافية معينة، يتعرفنا حضرتك اليوم عم نعمل مقابلة حتبقى بالذاكرة. فاللي عم نحاول يعني مبارح بهذا النهار يعني نقدر نفتل على 5 سينمايات ونقابل واحد من أصحابها وكان عندهم رغبة للاستعداد، وهلأ اليوم رح نكمل. وكمان الشيء الثاني عم نعمل فيلم وثائقي يؤرخ للتاريخ السينمايات المقفلة في السودان. يعني نحن في زيارتنا لهذه السينمايات كمان عم نقوم بتصوير الأبنية وعم نعمل مقابلات مع الناس اللي كانوا يشتغلوا في هذه السينمايات، يعني ما عم نضيع وقت، سواء كان في سينما هناك فيلم وثائقي. ومعرفة الناس معرفة طيبة، يعني هذا يعني دائما بنقول انه المعرفة هي ذهب لما اي علاقة تبنى. والحمد لله يعني كمان عندنا عرض مسرحي رح يكون نهار الجمعة بالمركز الثقافي هون بالسودان، وهو عرض مونودرامي للكاتب الفلسطيني سلمان ناطور وسينوغرافيا الإسبانية أنا سنرو ألفاريز، وعرض بيحكي عن يعني حكايات الحدود ومعاناة الشعوب من خلال رحلة اللاجئين وبحثهم عن الهوية وعن الوطن. وهذا العمل كمان دعوة من خلالك ومن خلال اللي عم بيشوفونا شرفونا لتشوفوا العرض، حيكون نهار الجمعة الساعة 7، والدعوة عامة. يعني هاي بداية، هاي عرض مسرحي كمان بأول زيارة للسودان، وإن شاء الله نقدر نفتح السينما ويجوا جمهور السودان والأطفال. أنا كتير استمتعت لما شفت الأطفال مبارح، فتحنا عم بقول يا ريت تفتحوا السينما، نرجع نشوفها، نرجع نحضر أفلام. فالناس متعطشة صدقا إلى الفنون، يعني هم قاعدين برا في قهوة. يعني أنت لما تفتح له السينما، هذا الشاب لما أنت تفتح له مسرح حيفوت. ما حدا بيكره الفن، ما حدا بيكره الجمال والمتعة، ولكن إذا أنا ما في مسرح ولا سينما ولا ملعب رياضي، أنا أكيد رح أكون قاعد بمقهى وما عندي وقت أني أعبيه بشكل مفيد. فهذا اللي احنا بحاجه له، نعمل نوع من التوازن الثقافي ونقدر نفتح فرص للشباب انهم يعبروا عن حالهم، مثل ما نحن كنا بحاجه لمكان. الحمد لله كان في تعب وجهد من كل فريق المسرح الوطني اللبناني وجمعيه لبنان، اللي بوجه لهم تحيه من السودان الى لبنان ومن لبنان الى السودان لفريقنا بالسودان، الشباب اللي عم تعرف عليهم. حبيت النداء بالسوداني قاسم، صح؟ احنا اليوم حنقول لك قاسم. الله يخليك، الله يهديك العافيه. انا سعيد جدا بك في صباح الشرف. انا اتشرف. شكرا استاذ قاسم اسطنبول، هذا على هذا الحب الكبير، وهذه دعوه لكل الناس وكل المحبين لمتابعه اولا هذا العرض، ومن ثم للمساعده والدعم الكافي واللازم لهذه المشتركات الكبيره جدا ما بين السودان ولبنان. والفنون قيمه جماليه كبيره جدا في حياه الناس، تسمو بنا وتخرج كل ما هو جميل فينا.